ومن جريدة الوطن، الزمالك يهزم الشرطة برباعية ويتأهل لدورة تحديد البطل. تأهل الزمالك إلى الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري عقب فوزه على اتحاد الشرطة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت عصر أمس باستاد الدفاع الجوي. أحرز أهداف الزمالك محمود فتح الله هدفين ومؤمن زكريا ومصطفى فتحي بهدف لكل منهما، فيما سجل أهداف الشرطة أحمد ويدار وخالد أمر ومحمد ماجد. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 35، فيما يتوقف رصيد الشرطة عند نفس العدد من النقاط، ولكن الفريق الأبيض حسم التأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.